لأول مرة يحتفل مهرجان الموسيقى العربية بالفن الغنائي لسلطنة عمان، حيث قامت دار الأوبرا بتنظيم ليلة عمانية ضمن فعاليات المهرجان الذي نجح في احتضان الأصوات من كل الدول العربية، في تأكيد على أن مصر ستظل بلد الفن والطرب الأصيل. ويستمر المهرجان في تقديم باقة متنوعة من الحفلات التي تجمع نجوم الوطن العربي على مسارح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويستقطب شريحة كبيرة من محبي الموسيقى والطرب، حيث تأتي حفلة الليلة مع الفنان الكبير هاني شاكر.